كمان عصفورتين يبقى المجموع كله
مظبوط مظبوط الشاطرين شاطرين الشاطرين مظبوط 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 الشاطرين شاطرين شاطرين وضروري حد بدون 90 من 90 سنة أولى سنة تانية سنة تالتة شباب عدينا وسبقنا وبقينا شباب وبنسهر وحنسهر وحنكبر درجات وبلدنا قدامنا بتستنى الشهادات سنة أولى سنة تانية سنة تالتة فرشتي من الجنة قدامنا فددين شبابك هم الشمس وستايرهم ياسمين وعرفنا ازاي نعمل من حبك بساتين يا ما بكرة احلامنا هتذوق بساتين انا سهرة فوزين بقى حتى تحت الجامعة وانا عطفل محدد حينور ميت شمع وانا وردة متعهدة بأماني ودموع لازم اسهر واتشطر واجيب المجنون سنة اولى سنة تانية سنة تالتة شباب عدينا وسبقنا وبقينا شباب وبنسهر وحنسهر وحنكبر درجات وبلدنا قدامنا بتستنى الشهادات سيداتي سادتي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الحفل المتواضع الذي قدمته المدرسة والآن اسمحوا لي أن أقدم لكم بكل فخر الصحفي اللامع والكاتب الكبير الأستاذ محمود حمدي سيداتي سادتي كل سنة وانتم طيبين وكل سنة نتقدم بخطوات كبيرة الى مستقبل افضل النهاردة طموحنا عظيم وامنا كبيرة فتاة اليوم بتحلم انها تبقى دكتورة او مهندسة بعد ما كان املها زمان انها تخرج من المدرسة على بيت العريس وتعيش في التبات والنبات وتجيب دستة صبيان وبنات الو اديني يا ابني مكتب رئيس التحرير الو مكتب رئيس التحرير مين حضرتك اعمل معروف يا ابني المقال الافتتاحي بتاع رئيس التحرير لسه ما جانيش وانا قربت اخلص طابع اتفضل المقال يا عم مصطفى هات يا بنت مفيش وقت اين الحق يا وزير الحقانيه المقال يا حضرات الزملاء خطير جدا ونتيجته حاجه من الاثنين يا هيقلب الوزاره يا هيدخلوا الاستاذ محمود السجن يبقى 100% في حاجة يا زينة؟ حضرتك عايز حاجة؟ لا متشكر باين عليك تعبان شوية حضرتك بتجهد نفسك أكتر من اللازم مش قوي إزاي؟ ده أنا بقالي سنتين بشتغل معاك ما شفتكش يوم خدت أجازة فعلا طيب ليه ما تحاولش انك تريح نفسك يعني تتفسح تسهر لك سهرة لطيفة والله فكرة انا مستعد تعرفي تلعبي طاولة طاولة وبعدين يا ابني معاك ايه ده ايه اللي انت كاتبه ده ايه يا عم مصطفى
لازم مش راضي عنه. لا يا سيدي لا، ده مقال حيقلب الدنيا. رئيس الوزراء، الوزراء، ومين يدريك؟ يمكن السرايا طلبها فوق دماغنا. خد يا ابني خد، خف عنهم شوية. أنا آسف يا مصطفى، أنا مش هغير ولا كلمة من الكلام اللي كاتبه. لازم الحقيقة تبان بوضوح للرأي العام، لازم الشعب يعرف كل الألعاب اللي بتلعب عليه. يا ابني اعقل، ده كلام يودي السجن. أنت غاوي سجن، أنت ما بقالكش 3 أشهر خارج منه. مش بيقولوا السجن لجدعان؟ السلام عليكم. اعقل يا ابني، شباب، في الشباب. أستاذ محمود. أفندم. نسيت اللي قلت لك عليه. إيه؟ أنت رايح فين دلوقتي؟ هروح النقابة أشوف حد يلعبني طاولة. والنبي بقى دي سهرة دي. عندك حق، سهرة مش ولا بد أبدا. ها؟ فؤاد. أفندم. أنا عايز أسهر الليلة. تسهر؟ مش معقول. ليه؟ مش حضرتك المحلل الفني؟ مين يفهم في السهرات غيرك؟ سهرات؟ أنا مش مصدق. اتفضل يا أستاذ اتفضل. على إذنك. شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لايهم زلزال، لايهم زلزال، لايهم زلزال، لايهم زلزال. تعب الغازات يا بتحن بدم الغزال، تعب الغازات يا بتحن بدم الغزال، كعب الغزال يا بتحن بدم الغزال، كعب الغزال يا بتحن بدم الغزال. كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ اترك مكة رحت شغلهم قوية ومنادي، اترك مكة رحت شغلهم قوية ومنادي، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لايهم زلزال، لايهم زلزال، لايهم زلزال، لايهم زلزال. ايه في حاجة؟ مش فاكر انا شفت فين البنت دي قبل كده. افتكرت دي تلميذة في مدرسة الإيمان السنوية، شفتها كانت بترقص في حفلة المدرسة في آخر سنة. ايوه مظبوط. لكن ايه اللي جابها هنا؟ بنت في السن ده تشتغل في البنت دي ظروفها غريبة جدا، عايشة مع اختها وجوز اختها اللي بيشتغل هنا مدرب رقص، طول السنة في المدرسة الداخلية وطول الصيف في الكباريه. دي شخصية تستحق الدراسة. مين عارف، يمكن تكتب عنها قصة قريب. كل شيء جايز. بنتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين، وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين. هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين. ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال، ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لايهم زلزال، لايهم زلزال. تحب تدردش معايا شوية؟ الحقيقة يا ريت، أنا ابتديت أهتم.
يبقى لازم نعمل خطة. خطة؟ أيوة، أصل نورة ما بتقعدش مع حد من الزباين. نورة اسم غريب ومثير. طب وإيه الخطة؟ نعزم حورية أختها وبعدين نطلب منها تنادي نورة تقعد معاها. مفيش مانع. كعب الغزال يا محني خليت لي ايه علشان اغني علشان اغني دي الخطوة معك فيها كم غنوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة دي الخطوة معك فيها كم غنوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبط دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبط ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية ليهم زلزال ليهم زلزال ليهم زلزال مدام حورية البريما دونا بتاع الفرقة. أهلا وسهلا. الأستاذ محمود حمدي. تشرف. تفضلي. لا أرجوك ملوش لزوم. الأستاذ فؤاد قال لي إن حضرتك صحفي كبير وجنتلمان علشان كده رضيت نورة تقعد معانا. أصلي بحافظ على نورة لأني مش عايزة أشوفها في يوم من الأيام زي. أنا ما أقدر ظروفك. الأستاذ محمود حمدي. عارفاه. اتفضلي. عن إذنك أروح أشوف شغل. على فين؟ في الكواليس أجمع شوية أخبار. إزاي عرفتيني؟ المهم أنت إزاي عرفتني؟ أنا شفتك قريب في حفلة المدرسة. كنت بتدرسي كويس. في حفلة المدرسة بس؟ كده؟ طيب وانت بقى تعرفيني منين؟ اهو انا زبونه مستديمة عندك. زبونه؟ مقالاتك قريتها كلها، قصصك حافظاها صم. لا ده انا مين يعرف رايك؟ بصراحه؟ ما فيناش من زعل. لا مقالاتك ما بتعجبنيش. نوره سيبيها تتكلم على حريتها، انا مبسوط قوي. ليه بقى يا نوره؟ بتهيألي انك عايز تشقلب نظام الكون. بحس كده انك مش عاجبك العجب ولا الصيام في رجل. انا اشكرك على صراحتك. اما القصص بقى اللي بتكتبها تجنن. تعجبك؟ هوزة القصة من دول بتاخدني بتتوهني عن الدنيا لحد ما اخلصها وارجع اقراها تاني وتالت. عارف ليه؟ ليه؟ كل قصة بحس انها جزء من الحياة. كل الشخصيات زي ما يكونوا عايشين معانا بقابلهم واشوفهم. انت في سنة ايه؟ انا في التوجيهية. لسه السنة الجاية مش اما تظهر النتيجة. النتيجة معروفة مقدما. قد كده يعني واثقة من نفسك؟ هو انا بطلع الاولى يا استاذ. لا هي فعلا بتنجح كل سنة. ما هو واضح ذكية. انا مش ذكية انا نورة. طيب كملي. الحاجة الوحيدة اللي انا مش موافقة عليها انك دايما في كل قصة بتنادي بمبدأ واحد. على المخطئ ان يتحمل وحده نتيجة خطأه. اهو ده مش صحيح. ازاي بقى؟ هو ده الكلام المظبوط؟ لا ابدا. طيب هنسمع رأيها. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول ان الانسان ساعات يغلط من غير ما يكون عايز يغلط، يعني غصب عنه. مش قادرة افهمك. انا فاهم انت عايزة تقولي ايه. عايزة تقولي ان الانسان احيانا بيخطئ لظروف خارجة عن ارادته. بالظبط، وفي الحالة دي تبقى الظروف هي اللي غلطانة والإنسان ملوش ذنب.
مبسوط مني؟ جدا، وجهة نظرك سليمة، مؤكد انت كونت الرأي ده عن تجربة شخصية. برافو هايل، انت زي ما تكون بتقرا اللي في دماغك. بالمناسبة دي انت قريتي اخر قصة ليه؟ نفوس طائعة؟ لسه لما حاوش تمنها. انا ههديك بنسخة منها. صحيح؟ وهكتب لك اهداء عليها. مش معقول، ده انا بقيت مهمة جدا. عن اذنكم اصل تفضلي. بابا بابا كمان بوسة حلوة. بوسة بوسة والنبي بوسة كمان. بابا بوسة بابا بوسة بابا بوسة. ايه يا بابا؟ انا محمود. وانت؟ اخص صح النوم. صحتي من احلى نومه يا مفرخ الاحباب يا هادم الملذات. ثلاثه مره واحده. خرجتني من الجنه. ايه كنت بتحلم؟ هلا ليت الشباب يعود يوما. يا بابا انت عشت حياتك بالعرض، كفايه بقى. كفايه والحاجات دي الواحد يشبع منها. انت احسن طريقه ما تبقاش تتفرج على الصور دي قبل ما تنام. يا في المنبه انت متاخر 30 ثانيه. انت من عوايدك دائما تيجي فوق راسي الساعة 3 زي المنبه. تمام. خلاص وريني كتبت ايه النهارده. اتفضل. يا هادي اين الحق يا وزير الحقانية؟ يا ابن الرافضي ده مش هيجيبها البر. اهدى يا سي محمود، لا انت فجأت خالص النهارده. لازم كده يا بابا عشان نضرب الضربه القاضيه. وما انتش خايف؟ اخاف؟ الخوف ده لازم يلغيه من حياتنا خالص. زمان كنت موظف كان لازم تخاف، انما دلوقتي على المعاش تخاف من ايه؟ انا بتكلم عليك انت. انا حر بشتغل عند نفسي. لا ده انت رايح في حديد المرة دي. دول لو رافوا بيك هيودوك على السرايا الصخرة. بصفتك النائب العام لازم توقف محمود حمدي عند حده. حاضر يا فندم. لازم تشلوا الايد اللي بتكتب الكلام الخطير ده. البوليس جه يا استاذ محمود. البوليس يا استاذ محمود. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور. انا اسف يا استاذ محمود، انا عندي امر. بالقبض عليا. انا تحت امرك. ده انا يا راجل مستنيك من الصبح، انت تاخرت عليا. يعز عليا يا راجل. شوف شغلك، انت ذنبك ايه؟ توصل انت على البيت وخليه جنب بابا. ايه ربنا معاك.
ايه مالكم بلمين كده ليه؟ هي دي اول مره؟ ما انتوا متعودين على كده. المهم ان كل واحد لازم يعمل شغله كويس، وما تنسوش تجيبوا لي عيش وحلاوه وبطاطين يا اولاد لحسن الاسفلت دمه تقيل قوي. اتفضل حضرة الظابط. اتفضل اتفضل. خير خير بابا. خير يا ابني، حصل ايه؟ كل خير يا بابا. افراج بكفاله 100 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. روح انت بقى استريح، وانا هروح مع الاستاذ المحامي اتمم بقيه الاجراءات. ربنا معاك يا ابني. فؤاد خليك مع بابا. على اذنك. اتفضل يا فندم. لو سمحت توصل ده لأنيسة نورة. تحت أمرك يا فندم. الكتاب ده عشاني. عشاني أنا؟ أيوه. أستاذ محمود! أستاذ محمود! أهلا نورة. بتجري ليه؟ كنت عايز أشكرك على الكتاب. وعايزه اعتذر لك على اللي حصل امبارح. انا كنت قلت الذوق معاك ساعه ما سبتك ومشيت فجاه. لا ما تشغليش بالك، انا مقدر ظروفك. انت مستعجل قوي. مش قوي. كنت عايزه اتكلم معاك شويه بعيد عن الجو ده. تحت امرك. ما ضايقكش؟ بالعكس ده يسعدني. بس حريه ما تقلقش. لا انا ساعات بستأذن منها واتمشى هنا لوحدي. عشان ما يبقاش في حد اطول من حد. استعجليش. بكره تطولي. مش ده المهم. امال المهم اوصل لك. توصلي لي؟ اوصل لحياه تانيه غير اللي انا عايشه فيها. ماما كانت عيانة وعارفة انها هتموت، كانت دايما تغني اللحن ده لغاية ما ماتت وسابتني عندي 5 سنين. كانت صدمة شديدة قوي على بابا، حتى همه في الشرب، لغاية ما حصلها بعد سنة واحدة. بلاش السيرة دي. انا عايزة احكي لك كل حاجة اذا كان ده يريحك.
ايوه يريحني. بصيت لقيت نفسي انا وحرية لوحدنا، لا اب ولا ام ولا لقمة العيش. والباقي انت شفته بعينيك امبارح. كفاية أرجوكي، أنا مش قادر أشوف قطعتي. يا سلام، تعرف لو كان عندي فساتين كتير ما كانش اتقطع، لكن علشان ده الفستان الوحيد اللي حيلتي لازم اتقطع. دي فلسفة يا نورة اكبر من سنك. ما تخليش اطلع فيها بقى. نورة، عندك مانع نروح مشوار صغير بالعربية؟ خايفة؟ منك انت؟ مش ممكن. يلا بسرعة يلا. على فين؟ تعالي بس بسرعة يلا. امشي ازاي وانا كده؟ تعالي تعالي. حضريكي الزق فيه. الزق فيك؟ اه يلا. اهلا وسهلا. تسمح من فضلك تورينا مجموعة فساتين عشان المدموزيل تلاقي واحد؟ حاضر. بس انا مش هقدر ادفع. ولا يهمك. بقول لك مفلس. اسلفك. هرد لك السلف منين؟ مش وقته مش وقته. اتفضلي يا فندم. نقي معايا. اهو ده مدهش. ده تمنه كام؟ 9 جنيه يا مدموزيل. ياه ده رخيص بشكل. وده تمنه كام؟ 180 قرش بس. تعرف ان ده اشيك؟ بالعكس ده احسن. بقول لك ده عاجبني، هخش اقيسه. فين من فضلك؟ اتفضلي من هنا يا مدموزيل. سرحانة فيه؟ في 180 قرش. وبعدين معاكي بقى؟ مش هستريح الا لما اردهم لك. لكن انا مش هطالبك بيهم. وانا مش هقدر اديلك حاجة قصادهم. عيب الكلام ده يا نورة، انا مش منتظر منك حاجة ابدا. تبقى انسان غريب. ليه؟ اعذرني، كل الناس اللي صادفتهم لما بيقدموا حاجة بيطالبوا بالتمن. عشان كل الناس اللي قابلتيهم دول قابلتيهم في ظروف غير طبيعية. أول ما وصلنا. دايما اللحظات الحلوة بتمر بسرعة. أنا عايز أعرف أنت مهتم بيا ليه؟ أنا اللي عايز أعرف ليه صرحتيني بكل أسرارك. ده سؤال سهل قوي. لقيت فيك القلب الطيب والحنان اللي ما لقيتهمش عند حد. أنت لكن أنت ما جاوبتش على سؤالي. قول لي ليه تهتم بواحدة زيك؟ عشان انت الابتسامة الوحيدة في حياتي. حياتك انت كمان فيها ايه؟ حياتك كل واحد له هموم يا نورة. مش عايز تقولي؟ طب انا مخصمك. بس ده ما يمنعش اني اشوفك على الاقل علشان اقولك رأيي في الكتاب. فين الست حورية اللي انا عليكي والاستاذ فارس عامل بار له جوه؟ ولا يهمك. انت اللي هتتلفي امر البت دي. ما تزعلش نفسك، دلوقتي بتيجي ونعرف كل حاجه.
كنت فين يا دلوعة أختك؟ الله الله الله، إيه الحاجات الحلوة دي؟ رحت فين ورجعت بده؟ كنت مع الأستاذ محمود حمدي. حلو، علقك الجورنالجي؟ إيه الكلام ده؟ ولا أنت اللي علقتيه؟ ها؟ ده قطع لها الفستان كمان. نورة، كنت فين مع الأستاذ محمود؟ كان وعدني امبارح بالكتاب ده، جابه ومشي، جريت وراه علشان أشكره، اتمشينا شوية، وبعدين وأنا جاية على هنا الفستان اتقطع، صمم يجيب لي غيره. حلو، أنا أحب كده قوي، يعني الود اتصل. المسألة مش أكتر من صداقة بريئة. إذا كان لحد كده أنا ما عنديش مانع. طبعًا وصيتي الأستاذ محمود يعمل لنا شوية دعاية في الجورنال بتاعه. طبعًا لأ. ولا قلتلوش على فستانين لأختك وقمصين 10% خدمة لأبو الفوارس؟ ها؟ ها؟ إزاي أطلب منه حاجة زي دي؟ وفيها إيه؟ الله، أما الصداقة بريئة يعني إيه؟ الصداقة حاجة والاستغلال حاجة تانية. أمال إيه اللي هناخده من جارك ورأس محمود؟ الواحد مش لازم يستفيد من معرفة الناس؟ والله هتطلعي خايبة زي ست أختك. أنا تحت أمرك في كل حاجة، بس سيب نورة في حالها. خدت إيه من وشكم؟ عمال اصرف عليكم دم قلبي وانتم ما عندكوش دم. حتى المحروس اخدك مش عايزه تعمل باكلها، جاتكم الهم. قومي البسي هدومك، نمرتك قربت. قومي. شوف بقى يا صاحبي، بصفتك ما عندكش تجارب نسائيه زي بصفتك حبيب قديم ومقطع السمكه وديلها. ده خاطرك بقى. اولا البنت دي اتشعلقت فيك لانها وجدت فيك العاطفه والحنان اللي كانت محرومه منها من ايام الطفوله. ده صحيح. ثانيا البنت دي مش طمعانه فيك. بدليل انها اختارت الفستان الرخيص وسابت الفستان الغالي. ثالثا البنت دي محتفظه بكرامتها، وانا متاكد انه لو كان معاها فلوس كانت رديت لك ثمن الفستان اللي اشتريته لها. كلام مظبوط. رابعا واخيرا البنت دي كانت عايشة في بيئة زي ما تقول يعني مش مشرفة. أيوة ده من ذنبها يا صاحبي. ورغم ذلك ما زالت محتفظة بشرفها وعاشت طول عمرها كأنها جوهرة في الوحل. الخلاصة والنتيجة براءة. ما فهمتش حاجة. ما فهمتش حاجة. عاوز مني إن أنا أفهمك إذا كنت أنت بتحبها ولا لأ؟ يعني أفتح لك قلبك وأنبش فيه؟ ما تسأله يا أخي وهو يرد عليك. دي خلي نورة تعمل بروفة بدالك. لا أنا كويسة، هستريح شوية وأكمل بروفة. ما تسيبيها تتمرن، دي اتخلقت عشان ترقص. إيه؟ مش عاجبك كلامي؟ عايزة تطلعي دكتورة؟ نورة! ابقي دوري على اللي هيدفع لك مصاريف المدرسة. هطلب مجانية وأكمل. واعملي حسابك، من هنا ورايح تأكلي نفسك. أنا هعمل كده من غير ما تقول. طيب يا نورة، ابقي خلي سي محمود ينفعك. أظن كلنا متفقين على نقطة الدفاع. الدفاع وحده ما يكفيش. أنا بلغني مع الأسف إن وزير الحقانية غاضب جدا على النائب العام عشان أفرج عن الأستاذ محمود. غير كده، المحاكمة هتكون أمام دايرة أحمد بهجة. وده قاضي معروف بالشدة والصرامة. أيوه، وعنده تعليمات مشددة بإنه يحكم بأقصى العقوبة. ما افتكرش الفساد هيوصل للقضاء كمان. مين عارف؟
في الحالة دي لازم نعمل كل جهدنا نأجل القضية لأطول وقت ممكن عشان تعرض أمام دائرة تانية غير دائرة أحمد بهجت. يظهر ناويين لك المرة دي يا أستاذ محمود. ولا يهمك، أنتوا كمحاميين هتعملوا الواجب اللي عليكم طبعا. سعيدة. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ عايز أقابل الأستاذ محمود حمدي. والله الأستاذ محمود مشغول، عنده اجتماع. استناه. هيو بس يمكن يتأخر في الاجتماع. وانا ورايا ايه؟ السلام عليكم. سلام. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة يا أستاذة، ألف شكر. نورة. أهلا وسهلا. اتفضلي. خير يا نور؟ أنا آسفة. ليه؟ ما كانش لازم أجيلك هنا، لكن الظروف اضطرتني. أهلا بيكي في كل وقت. إيه اللي مضايقك؟ فارس. فارس عايز نرقص وما كملش المدرسة. ده لا يمكن يحصل. لازم يفهم إن العلم سلاح يحميكي. مش عايز يفهم، هددني إنه مش هيدفع مصاريف المدرسة. طيب وأختك إيه موقفها؟ مسكينة، مفيش فئتها حاجة. طيب اديني فرصة احللك الاشكال ده. ازاي؟ فارس على ايه فين دلوقتي؟ بيقعد بالنهار في القهوة. امال يعني كنت بربي واكبر عشان ايه؟ عشان شغلة رقاصة وتكسب من وراها. لاحظ ان البنت قاصر، ولو ارغمتها على الرقص او شغل كبريهات هتقع في مسؤولية جنائية. صحيح، كانت تايهة عن بالي الحكاية دي. أشكرك أوي اللي نورتني، لكن بس إيه العمل؟ دبرني. في إيه؟ حورية عيانة وكل يوم بيزيد عليها العين، ولو رقدت هصرف عليهم منين؟ البيت والمدرسة والهدوم والدكتور والدواء. أنا مستعد أتكفل بكل مصاريف نورة في البيت وفي المدرسة. حلو، تبقى تاهت ولقيناها. بس على شرط. نورة تكمل تعليمها. وانا اول واحد يشجعها على كده، واكون لها اب حنون. دينا بقى حاجة تحت الحساب. اسف، انا اللي حصرف بنفسي. اتفقنا؟ وانا اكون مبسوط. مساء الحلوين. اهلا وسهلا. الله، انت لسه ما خلصتيش كتاب محمود؟ خلصت وبقرا تاني. تعرفي الراجل ده ابن حلال وبيعزك قوي. انسان طيب القلب وبيعطف عليا. لا، ده الموضوع اكبر من كده. ده انت دخلتي قلبه خلاص يا نور. انت شايف كده؟ طبعا، وفرحت لك قوي. بس انا عاتب عليك يا نور. عشان؟ عشان روحتي تشتكيني له. هو انا زعلتك في حاجه؟ قصرت من ناحيتك في حاجه؟ دي مصلحتك تهمني يا نوره، تهمني قوي. اهلا، وتعرفي بعزك قد ايه يا نوره. النهارده بس عرفت. عرفت ايه؟ عرفت اني بحبك جد بشرف يا نوره. لقيت نفسي غيران من محمود، ركبني 60 عفريت لما حسيت ان راجل تاني هيخطفك مني. نوره انت خايفه مني يا نوره؟ قوي، وفهمك كويس قوي. حلو، وبعدين فهماني بتهربي مني ليه؟ بتهربي مني ليه نوره؟ ابعد عني احسن لك، واتفضل اخرج بره قبل ما تيجي المسكينه اختي وتشوفك. نوره انت فهماني غلط، انا بحبك يا نوره. لا يا شيخ، عايز تستعمل معايا طريقتك الدنيئه علشان اكون تحت سيطرتك. بره. والله العظيم اصوت والم عليك الدنيا، فاهم ولا لا؟ حطك برص، مش هتطلع بره. خاف من الحريه؟ مش صعبانه عليك يا مجرم؟ فضي من الحريه دلوقتي. خليكي معايا يا نوره،
نورة 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 نورة. أنا بحبك يا دارو يا نورة. حلوة اللعبة دي يا نورة. ابعد عني بقول لك، مش ممكن هخليك تقدر تمشيني زي ما انت عايز. تعالى يا نورة. نورة نورة استني يا نورة نورة. في ايه؟ حصل ايه؟ اساليها. الله، انت متهور؟ ايه اللي جرى؟ فهموني. ما تتكلم يا فارس، مالك؟ في ايه؟ بسلامتها راحت صلت عليا محمود حمدي بتاعها. جاي يقول لي مالكش دعوه بنوره، هيربيها ويصرف عليها، يعني ياخدها كده مقشره وانا اتفرج عليه. حلو، هنيالك يا اختي سي محمود، بس ما تنسيش تبقي تاخد اختك معاكي، وانا سايب لكم الجمل بمحمل. فارس ما تسيبنيش يا فارس، ارجوك ما تسيبنيش. لو ارجوك ما تسيبنيش. الكلام اللي قلته لي قبل كده، نورة قاصر، ولما اتحرضها على الهرب يعني هتوقع نفسك في مسؤولية جنائية. ايه اللي حصل؟ ما انتش عارف، نورة هربت. هربت؟ راحت فين؟ وهتروح فين غير عندك؟ أنا آسف نورة، مش عندي. تصدق ما تصدقش، أنت حر. المهم إن احنا لازم ندور عليها ونعرف ليه عملت كده. زينب، ابعتيلي فؤاد وعبد السلام. يظهر ان انا ظلمتك. لما تلاقيها تبقى تديني خبر. انا مش هسكت. اعمل اللي انت عايز تعمله. لا مش قصدي، قصدي ان انا هدور عليها انا كمان. فوتك بعافيه يا استاذ. نورة، ايه اللي عملتيه ده؟ زينب،
مين الأمورة دي؟ إيه الحكاية دي؟ حكاية واضحة زي الشمس، مش محتاجة الأسئلة. طبعاً أنت عارفة كل حاجة. طبعاً ما في سر في حياة الأستاذ محمود يخفى علي. زينب، أنت تعرفي نورة؟ لا والله لسه ما تشرفتش. دي بنت عم الأستاذ محمود. كده فرصة سعيدة قوي. أنا بس لطيفة قوي. أنا شفتها مرة قبل كده لكن ما كنتش أعرف إنها بنت عم الأستاذ محمود. خلونا في المهم، أصل نورة هربت من البيت علشان مرات أبوها بتعذبها، والمشكلة دلوقتي بقى إن الأستاذ محمود مش عارف هتعيش فين. وطبعا فؤاد اعتذر، لان طبعا ما يصحش زي ما انت عارفه انه عازب، وما يصحش طبعا. وليه ما تقعدهاش معاك ومع عمها؟ مش ممكن، لان والدها ابن عم والده، وطول عمرهم بيضربوا بعض، بيكرهوا بعض. علشان كده حاجه تحير. استاذ محمود، اكون سعيده قوي لو سمحت لنورا انها تعيش معايا. انت عارف ان انا عايشه لوحدي، وهكون لها اكتر من اخت. زينب، انا مش عارف اشكرك ازاي. الحمد لله، انا دلوقتي مطمنه عليها وعلى مستقبلها. العنوان اهو، اذا كنت تحب تزوريها، وتاكدي ان انا هاخد بالي منها لغايه لما تتخرج من الجامعه. فارس جاي، فارس جاي. طبعا هتبيني قدامه انك زعلانه قوي على نورة. طبعا طبعا طب عيطي عيطي. اهلا وسهلا. اهلا، منورين. لسه مفيش اخبار عن نورة؟ والله انا قلبت عليها الدنيا، واحنا كمان نكشنا عليها بإبرة. يا ترى انت فين دلوقتي يا حبيبتي يا اختي؟ ان شاء الله هلاقيها، انا بس خايفه لا يكون جرالها حاجه. لا، من الناحيه دي اطمني، انا سالت عليها بجميع المستشفيات واقسام البوليس. ازيك؟ عاملة ايه؟ مبسوطة؟ مبسوطة مبسوطة وبس، ده انا بتهيألي مفيش واحدة في الدنيا اسعد مني. كفاية محمود وعطفه عليا وحبه ليا. محمود بيحبك؟ تعالي تعالي، ما افرجك جاب لي ايه. تعالي بقى، ربنا بعتهولي. نورة، انتي بتحبي محمود؟ انا ابدا، انا بعبود وعباده.
وهو هو طبعا بيحبني، بس مش عايز يصرح لي. ليه؟ عشان مش قادر يصدق قلبه. وبعدين في الورطه دي بقى؟ ولا ورطه ولا حاجه، نوره بتحبك. ما هي دي المشكله. مشكله محلوله، انت كمان بتحبها. فرضا ان الكلام ده صحيح، ايه اخره الحب ده؟ النهايه الطبيعيه لكل اتنين بيحبوا بعض. اتجوزها؟ ايوه. كنت عملتها من زمان. انا مستبعد فكره جوازتي خالص يا فؤاد. انا ظروفي تختلف عن ظروف اي انسان تاني. انا دايما قلقان، عايش على كف عفريت، كل يوم تحقيق ونيابه وحبس. انا لازم اضمن لها الاستقرار اولا. بالنسبه لنوره، مجرد ارتباطك بيها هيضمن لها المستقبل والاستقرار مهما كانت ظروفك. فكرة كده؟ ده رأيي. غريبة. في ايه؟ انت يعني حاطة ايديكي في مية باردة؟ لا بتسألي على نورة ولا انت مشغولة عليها؟ تكونيش عارفة هي فين ومخبية عليا؟ أنا؟ ابدا انا مش مخبيه عليك حاجه. يا ريت اعرف هي فين. وانا كمان مش هستريح لما اعرف طريقها. انت فكرك انا بلعب؟ انا بنكش عليها في كل حته. انا عرفت انها مش في البيت عند محمود، لكن تعرفي لو عرفت انه هو اللي مخبيها، يا ويله يا ويله يا سواد ليله. الو، مين؟ نورة؟ ايه عايزة حاجة؟ ايوه بس الأستاذ محمود مشغول. ما انا عارفة، بس قولي له بنت عمك عايزة اتكلمك ضروري. حاضر، أمرك يا ستي. أستاذ محمود، نورة على التليفون. نورة؟ ازيك؟ عايزة حاجة؟ وحشتك؟ أوام كده؟ يا سلام، أنا مش كنت معاك أول امبارح؟ يوم واحد مدة طويلة؟ لا، دول يومين طوال عراض، 48 ساعة، 2880 دقيقة. ومش عايز توحشني. أنت إيه؟ ما بصعبش عليك يا أخي؟ أنت ناسي إن أنت سايبني محبوسة في البيت لوحدي، وكل ما الجرس يضرب يتهيألي إنك أنت مفيش وش إلا زينب. طيب يا ست ما تزعليش. وانت كمان وحشتيني، عشان اثبت لك حاجه صار الليله معاكي. عايزه حاجه؟ لا؟ طيب، باي باي. يا خبر يا ابله، احنا نسينا نعمل السلطه. لا لا لا، خليكي قاعده، هروح انا اعملها. طيب اسمعي بقى، حركاتك دي كلها مكشوفه. لا يا شيخ، انا مخصماك. ليه تاني يلا؟ عشان عايز توديني داخليه، يعني اقعد ست ايام 144 ساعه ما اشوفكش. معلش انا عملت كده عشان فارس بس. كبستني. تسمحلي بالرقصه دي؟ Thank you.
خدي بالك من نفسك. طيب. وبعدين بقى نورة، انت صغيرة. شوفي اذا احتجت اي حاجة بيتصلي بيا بالتليفون، ويوم الخميس هكون مستنيكي. ولا اقول لك اذا انشغلت يوم الخميس هبعت لك زينب. لا ما فيناش من زينب، تعال انت. طيب حاضر، حسيبك بقى دلوقتي. ما تقولش حسيبك، قول راجع لك تاني. معلش نسيت. يلا بقى امال، مع السلامه. الله يسلمك. مالك يا صاحبي؟ انت عيان؟ لا لا. امال ايه؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ متضايق شويه وقلت اقعد معاك. يعني خمسه دردشه؟ يمكن متضايق عشان ميعاد القضيه قرب يوم الخميس الجاي. لا عمر الحاجات دي ما كنت افكر فيها ابدا، خصوصا ان دي اول جلسه وضروري هتاجل. امال متضايق ليه؟ حاسس بايه؟ احساس غريب، زي ما تكون حاجة ناقصاني، حاجة ضاعت مني. يعني إحساس بالفراغ سببه غياب نورة، والإحساس بالفراغ هو أكبر براهين الحب. ما تقدرش تتصور يا ابني قد إيه أنا مشتاق إني أشوف البنت دي. حاضر، هقدمها لك يوم الخميس الجاي. الموضوع لا ما فيناش من دوام.
وانا في ساعتها حسيت قلبي زي كمانجة بتقول زين زين زين. نغمات حلوة وحماسات حلوة وكلام حلو يجرر. مش معقول. آخر مرة قابلته خد قلبي في جناحه، حسيت إني حاببته وعقلي وروحي راحوا. وساعتها لقيت الشوق اسرع من الصوت والضوء، اسرع من الصوت والضوء. الدفاع عن المتهم يطلب التأجيل للاطلاع. ده رأي زملائك كمان؟ أيوة يا فندم. ندافع إزاي من غير ما نطلع على التحقيق؟ المحكمة لا ترى سبب للتأجيل، خصوصا وأن أحد حضرات المحامين حضر التحقيق بأكمله. أنا فعلا حضرت التحقيق، لكن زملائي. يا أستاذ أرجوك، مش عاوزين مناورات. واضح أن إصراركم على التأجيل هو محاولة لتقديم القضية أمام دايرة أخرى. أنا حنظر القضية النهاردة وححكم فيها النهاردة، ولا إيه رأيك يا أستاذ محمود؟ أمر المحكمة. أنا شخصيا أفضل وقوع البلاء ولا انتظاره. كده نيابة. حاجة ما تطمنش أبدا. القاضي ده زي اللي بينه وبينك طار. يظهر انهم ناويين لي اقصى عقوبة حكون 6 أشهر. انا محضر لك 6 شيكات يغطوا مصاريف نورة لحد ما اخرج. خلي الفلوس معاك، انا هشوف كل طلباتها. انت اللي يهمك يهمني، ونورة في عينيا الاتنين. انا شاكر ومقدر الشعور النبيل ده، لكن لازم تاخدي الفلوس. متتصوريش قد ايه حابة مشغول عليها. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم محمود حمدي مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية. رفعت الجلسة. يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! القضاء طول عمره قداست يا صاحبي. ليه موجود؟ أيوة يا فندم. المحكمة حكمت براءة محمود حمدي. كده؟ أيوة فندم. طب اتفضل.
الو، دولة الباشا. صباح الخير يا فندم، محمود حمدي برئته المحكمة. كده يبقى انت عارف الطريقة التانية، محمود حمدي لازم يختفي من الوجود. وبعدين بقى احنا في طريق عمومي غصب عني. تأخرت عليا ليه؟ شغلتني. دي حكاية طويلة احكي لك عليها بعدين. لا احكي لي دلوقتي. يا ستي كنت واقع في قضية كبيرة وكنت معرض للسجن، لكن الحمد لله جت سليمة واتحكم بالبراءة. سجن؟ ليه؟ قتلت حد؟ لا دي قضية سياسية. وكنت مخبي عليا؟ محبتش اشغلك. اما كنتش تقولي انا هتقولي مين؟ مين غيري في حياتك تحكي له على اسرارك؟ في حد؟ مين؟ لازم اعرفه. راجل عجوز، اب وصديق، مشتاق جدا يشوف نورا من كتر ما كلمته عنها، عشان كده هنروح نزوره دلوقتي ونسلم عليه. روحي تأمعي بامية. بامية؟ اعرف. تعرفي تخرطي بصل؟ اعرف. وتعرفي تعملي لي حالا فنجان قهوه على الريحه؟ وده يبقى امتحان. ده اهم ماده في الامتحان. اعرف. طيب يلا بينا على المطبخ. ورايا اتفضلي وريني شطارتك. خير يا بابا؟ هادي اللي كنت خايف منه. ليه؟ ليه؟ البنت زي التفاحة تتاكل بشها. بين علينا هنخسر بعض يا صاحبي. صحيح عجبتك يا بابا؟ عجبتني. اسمعها، لو ما كنتش هتتجوزها انت هتجوزها انا. القهوة. يا بختك. القهوة. الشرف الممتاز. ها. ألف مبروك. ربنا يهنيكم ببعض. لسه مش فاهمة؟ بابا خلاص وافق على جوازنا. مين؟ مين هيتجوز مين؟ أنا وأنتي هنتجوز بعض. تمتحنوني وتقرروا مصيري من غير ما تاخدوا رأي، هو أنا ماليش رأي؟ الله، إيه ده يا؟ على العموم إذا كنت موافقة مش موافقة. مش موافقة، هو ده معقول؟ سرحت فيه في السعادة
اللي ما كنتش احلم بيها في يوم من الايام. امال انا اقول ايه؟ انا اللي عشت طول عمري الان حياتي فاضيه، وفجاه الاقي حياتي ملاها الحب والاستقرار اللي كان حلمي بالنسبه لي. عارف انا جبتك هنا ليه؟ ليه؟ المكان ده له عندي ذكريات مهمة، هنا عرفت حياتك، هنا اكتشفت انت ايه، هنا حسيت لأول مرة بنبضة حب. أنا كمان كل ما الاقي نفسي متضايقة الاقي حاجة بتشدني للمكان ده، خصوصا بعد ما عرفتك نورة. اسمحي لي أقدم لك أغلى هدية عندي، ذكرى عزيزة عليا من أعز مخلوق على نفسي، من أمي بنورة. في عينيا الاتنين هديتك. سيبك تنزل، خايفة، حاسة انك هتضيع مني. تبيش عبيط امال، تفكريش في حاجة ابدا. تصبح على خير وانت من اهله. هنشم شوية هوا. الله، ايه الحكاية؟ وطي صوتك مش نايمة. البوز السياسي يلا. اسأل عليه في البيت. موجود؟ محمود ما جاش البيت. انا عقلي حشت ده عمره ما بات بره. ازاي ده؟
أمال راح فين؟ علمي علمك، أنا سألت عليه في كل حتة وكلفت المحررين إنهم يدوروا عليه، لكن لحد دلوقتي ما حدش اداني نتيجة. أنا نازل مجلة علشان أسأل عن أخباره. ربنا يجيب الهواقف سليمة. يلا احنا كمان نروح المجلة. ازاي عرفت طريق؟ بشم على ظهر ايدي. حريه اختك بين الحياه والموت، عايزه تشوفك اروح قلب اختك قبل ما تودع. ايه دي لعبه جديده؟ لا وشرفك، ده هي اللي ادتني العنوان. على اختي وحصلك على المجلة. سليني المفتري، مش عاوز يعالجني، مسك لي حجب، مفيش فلوس، مفيش فلوس. أنا هخلق لك فلوس وهجيب لك أكبر دكاترة في البلد. أنت لازم تعيشي يا حورية، تعيشي علشاني أنا، أنا ماليش غيرك يا حورية. الأستاذ محمود اختفى. اختفى؟ اختفى ازاي؟ اختفى يعني محدش يعرف مكانه. يبقى راح فين؟ الإشاعات بتقول إنهم اعتقلوه لكن المسؤولين بينكروا. بينكروا؟ بينكروا يعني إيه؟ اتكلمي محمود، جراله حاجة؟ محدش عارف، وهو كل المحررين بيدوروا عليه في كل حتة. لكن لازم هيلاقوه. مش كده؟ إن شاء الله، ربنا هو اللي يعلم. هم ما لقوش محمود، هعمل إيه؟ أعيش إزاي من غيره؟ إزاي؟ بابا فين دلوقتي؟ بابا؟ قصدي والد الأستاذ محمود. ربنا يعوض علينا فيه هو كمان. ماله؟ من ساعة ما سمع الأخبار دي جاله ذهول وما عادش دريان بالدنيا. وهو فين دلوقتي؟ نقلنا مستشفى العجوزة. عايزة محمود، أختي بتموت. حورية
فلوس يا نورة. أختك بتموت هتفضلي راكبة دماغك ليه أنت؟ لازم ترقصي، لازم ترقصي مطرح أختك، ده الحل السريع لنجيها. لا يا نورة، لا، ما تسمعيش كلام عشان خاطري. لا ده الحل الوحيد. من بكرة نبتدي بروفات. مستقيم يا نورة يا نورة يا حلوة يا أمورة يا نورة.
ايدك انما في الحب ماليش ولا سابقه ولسه عبيط لسه عبيط لسه عبيط وعشان كده من سحر عيونك قلبي قص تلات قرارير تلات قرارير تلات قرارير يا حبيبك مهجتي ولادي لعبتي يا حبيبك مهجتي ولادي لعبتي لو حد يدوس على طرفك اعمل منه طبق سيرفيس يا زولا يا زولا يا حلوه يا زولا مخطوبة. ان شاء الله كده نجاح متواصل. البركه فيك يا استاذ فارس. ممكن اسحب سلفه تحت الحساب كده من اول يوم؟ حاضر يا ستي اتفضلي. دول بس كويسين؟ احنا لسه بنقول يا هادي. حضرتك ما سمعتش التسقيف والتشجيع؟ انت بتغرك الهيصه دي. دول السقيفه بتوعنا مأجرينهم علشان يعملوا لي الجو. لكن ده كل الناس كانوا بيسقفوا. دول سكرانين مش دريانين بالدنيا. عملت طيب ضروري لو طمعناها هتفلت من ايدينا. بس ما كنتش تحلف. انا احب كده قوي. عناية ليك يا سيدي. حلو خير يا دكتور. هي محتاجة عملية فورا. لازم تتنقل مستشفى الدكتور فاضل، هو الوحيد في مصر اللي بيعمل العملية دي. طب ممكن اعرف العمليه هتتكلف كام؟ 100 جنيه طبعا، ده غير مصاريف الاقامه والعلاج. عن اذنكم. متشكرين قوي يا دكتور. متشكرين قوي. تفتكر المدير هيرضى يسلفني المبلغ ده؟ انت بتحلامي يا نور. طب العفش مش ممكن نبيع منه؟ وشرفك انا فكرت في الحكايه دي لقيته ما يكملش، ما يكفيش، كله ما يكفيش. طب والعمل؟ العمل ما فيش غير حل واحد سريع ومضمون. ايه هو؟ تنزلي الصاله من بكره. افتح؟ تفتحي. هو انت احسن من مين يعني؟ نورة ده انت كسر الدنيا. تلمي المبلغ ده في ليلتين اتنين بس. كبري مخك يا نورة. وتقدري برضه تحافظي على نفسك. ها؟ وعايزة الفلوس تعملي بيها ايه يا نورة؟ علشان المدرسة؟ لا. علشان اختي عيانة. والله ما كانش يتعز. انت عارفه الحاله، الجاي على قد الرايح. متاسفه خالص. انا اللي متاسفه. مع السلامه. نوره
خلي بالك من نفسك يا نورة. فيه العنوان، إذا احتجت أي حاجة بقى أنا تحت أمرك. إيه يا أخويا ست متأسفة بتاعتك دي؟ كل حاجة متأسفة متأسفة متأسفة. صبرك بالله يا بيه، أصلها لسه خام. هات أنت الكارت ده وأنا بقى أرتب لك الأمور يا واش يا واش. أما أشوف أنا مش مصدق. هي حصلت لأنك تفتحي. الدنيا اتقفلت في وشي. الأمل الوحيد اللي كنت عايشة بيه. دلوقتي كل همي إني أجمع فلوس العملية بأي شكل. بس أنا خايف عليك يا نور. عايزة 100 جنيه، أختي بتموت. أنا هعمل مستحيل علشان أساعدك حتى وصلت لأن في حدود. ال 34 جنيه والله ما معايا غير دول. هات فاضل 34 جنيه الا شلم. عبد السلام جيب السبع ما يخلاش. والله ما احتكم الا على جنيه ونص. تاخد جنيه منهم؟ هات اي حاجه تستغنى عنها. هات زينب. ما كانش يتعز انت عارف. ده الأستاذ محمود سيد نورة أمانة في رقبتك. والله ما باليد حيلة يا فؤاد. أروح لمين بس يا ربي؟ ما خليتش ولا واحد أعرفه غير لما سألته. دمعي أيحوني نورة. أنا تعبت. أيحيني يا نورة. طيب الو الاستاذ فؤاد موجود؟ لا يا فندم لسه ما جاش. مين عايزه؟ معلش حابة اتصل بيه بعدين. لسه من ثانية كان في تليفون علشان مين؟ ما قالتش لكن هتتصل بيك تاني. لازم هي لسه فاضل 10 جنيه. جبت فلوس منين؟ بعت الساعة والراديو وكل حاجة. لسه فاضل 10 جنيه. 10 جنيه ينقذوا حياة واحدة من الضياع؟ لا ينقذوا حياة اتنين من الضياع. فلوس يا نصحة؟
خليها تموت عشان يبقى ذنبها في رقبتك. مفيش حل يا نورة غير الكارت ده. دماغي ريحوني، عايزه اموت، موتوني موتوني يا حسن. ده الحل الوحيد يا نورة. أختك هتموت وذنبها في رقبتك. أختك هتموت وذنبها في رقبتك. حورية هتموت. خد يا فؤاد، بيع دي وكمل الفلوس يا فؤاد. انت بتتكلم جد؟ ايوه يا فؤاد. انا متشكر جدا. متشكر عليه يا فؤاد. عبد السلام، انا اشكرك جدا، ده اقل ما يجب يعني. انا متشكر جدا، الف شكر، انا ممنون، ميرسي قوي. وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت جيتي؟ ده انا مش مصدق عيني. نورة اتفضلي، ما تخافيش. حورية بتموت يا نورة. انا اسعد واحد في الدنيا. اختك بتموت يا نورة. اتفضلي من بيتك. اختك بتموت وذنبها في رقبتك. حورية بتموت. حورية بتموت. حورية بتموت. حورية بتموت. حورية بتموت. حورية بتموت. حورية من العملية. هتعيش يا حرية، هتعيش. حرية حرية أختي، هي ما بتردش ليه؟ الله يرحمك يا حرية. العملية يا حرية.
حاجة ضاعت مني وأنا بقى. فين نورة؟ نورة؟ نورة، أنا جبت الفلوس. حصل إيه يا نورة؟ أنا جبت الفلوس. بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد إيه؟ محمود بابا. محمود بابا يا حبيبي، رحت فين؟ كنت فين؟ غيبة طويلة أوي. كنت في المعتقل يا صاحبي، الوزارة الجديدة أفاجت عن كل المعتقلين. أنا برضو قلبي كان بيقول لي كده، بيقول لي إن صاحبك لازم يرجع عليك يا حبيبي. وزي حال الدنيا يا صاحبي؟ والله الدنيا كان حالها من شرش غيابك يا محمود. وزي أخبار نورة؟ نورة أنا ما أعرفش عن الحاجة ده. أنا كنت عيان، كنت في دنيا غير الدنيا. يعني إيه؟ ما اتصلش بيك؟ لا والله. هي مش عند زينب؟ لا مش عند زينب، هي اختفت من يوم ما غبت أنت. اختفت؟ مين يصدق ان دي نورة بتاع زمان؟ هي ما قلت لها حسبي على نفسك لغاية ما جرفها الطيار. لازم تعرف نورة بقت ايه دلوقت. ادي يا سيدي حكاية نورة كلها، لازم اشوفها. يعني مصمم؟ ايوه. كفاره يا استاذ محمود، هندلي على سلامتك. السجن اللي جدعان مش كده ولا ايه؟ ايوه عيني Thank you.
نورة تهربي مني ليه يا نورة؟ ابعد عني ما تلمسنيش نورة. أنا نورة؟ أنت غلطان، أنا ما بقاش فيا نورة، الأمورة الصغننة اللي كنت كاتب لها الإهداء راحت خلاص. لا يا نورة لا، أنا مش شايف فيك حاجة اتغيرت أبدا. بتوديني كتر خيرك نورة. أعمل معروف سيبني في حالي. ما أقدرش أسيبك يا نورة، أنا من ساعة ما لقيتك لقيت نفسي. يا محمود وكمل حياتك نضيف شريف زي ما عشتك. انا حجني عليك مش عايزه اقول حلاوتك. كفايه يا نوره كفايه، ارجوك. انا عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه وبرضه جتلي. انت ذنبك ايه؟ انت ضحيه، ضحيه ظروف قاسيه واقوى منك. بلاش تتخلى عن مبادئك علشان تعطف عليا. افكرك بمبدأك اللي يغلط لازم يتحمل نتيجه غلطه. انت صححتي لي المبدا ده في يوم من الايام واقتنعت برايي. ما تكذبش على نفسك يا محمود. نورة انا عايز اسالك سؤال، انت غلطتي برغبتك واختيارك؟ انت كنت عايزه توصلي لكده؟ لو كنت انا موجود جنبك كان ده حصل؟ لا يا محمود ما كانش ممكن يحصل ابدا. مفكريش في حاجة أبدا. تصبح على خير. أنت من أهل؟ قررت انها تعيش معانا هنا؟ ما اقدرش اتخلى عنها يا بابا. كده تصبح على خير. صاحبي يعجبني ايه بتسميه؟ ما
ما تنساش تفوت على رئاسة مجلس الوزراء. حاضر. حضرتك هتبقي مرات الوزير. يا نسا زينب، انا مش عارف اشكرك ازاي. طبعا انت عارفه ليه. ليه عشان جنيتي على انسانه بريئه وضيعتي مستقبلها وحطمت حياتها. ما تظلمنيش يا استاذ محمود. ليكي يا عين تتكلمي؟ تقدري تفسري لي ليه تخليتي عنها؟ ليه ما اديتهاش الفلوس اللي سبتها معاكي؟ مفيش رحمه؟ مفيش انسانيه؟ فين الشيكات اللي سبتها معاكي؟ فين الشيكات؟ صرفت فيهم طبعا. انت كده يعميك الحقد والغيرة. انا ممكن انتقم منك وارميكي في السجن، لكن مش انا اللي اعمل كده. اكتبي استقالتك وقدميها دلوقتي حالا. استاذ فؤاد. ان شاء الله تكون وافق. ما افتكرش. يا نهار اسود، عاوز تضيع الفرصه الذهبيه. يا فؤاد، المنصب ده هيفرض عليا قيود انا ما اتعودتش عليها. انا عشت طول حياتي حر اتصرف بارادتي واعمل اللي عايزه. ادي اللي كنت خايف منه. تسمح لي اكلمك جامد شويه؟ اتفضل. انت بتهرب من الموقف ازاي؟ عشان نورة. ايوه، أنا قررت أتجوز نورة. أنا لو قبلت المنصب مش هسلم من تجريح الخصوم وجرأة المعارضة و... ده غير التشنيع والفضايح إلى آخره. يعني أنت معايا في رأيي؟ لأول مرة لا. يعني عايزني أضحي بنورة عشان أبقى وزير؟ أي واحد عقله في دماغه يعمل كده؟ أستاذ محمود. أيوة. سيادتك مطلوب في اسم عابدين حالا. أدخل. أستاذ محمود حمدي يا فندم. خليه يتفرج. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ محمود. الاستاذ فؤاد محرر معايا في المجله. اتفضل يا فندم. لا مؤاخذه يا فندم، الافندي ده بيتهم حضرتك بانك ضربته وبيدعي انك خطفت بنت من عنده من كباريه. على العموم اتفضل حضرتك المحضر طالع عليه. Thank you.
فندم. كنت بتعمل ايه يا نور؟ كنت بستريح شوية. طيب اعملي لي فنجان قهوة على الريح. الفرح. هي بتعمل لي فنجان قهوة في المطبخ. نورا نورا نورا. ضحيت علشاني تضحيات كبيرة لا يساويها إلا اختفائي من حياتك، بل من الوجود بأكمله إذا اقتضى الأمر. وداعا يا أعز حبيب نوره.